السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبدو سبور ديزا. تعرض مدافع المنتخب الجزائري ولاعب نادي سامارا الروسي مهدي زفان لإصابة تبدو خطيرة، وذلك في مباراة فريقه ضد نادي لوكوموتيف موسكو لحساب مباريات الدوري الروسي. ولم يستطع اللاعب زفان إكمال تلك المباراة بسبب الإصابة، مما أدى لاستبداله عند الدقيقة 39. وتشير كل الأخبار بأن إصابة اللاعب مهدي زفان على مستوى أوتار الركبة اليسرى، حيث سيقوم بإجراء فحوصات معمقة نهار اليوم بعيادة الفريق الروسي من أجل اكتشاف مدى خطورة الإصابة. هذا وكانت وسائل الإعلام في روسيا قد توقعت غياب اللاعب مهدي زفان لمدة طويلة بسبب تلك الإصابة، مع العلم بأن اللاعب مهدي زفان سبق له أن تعرض خلال الموسم الفارط لإصابة خطيرة أبعدته عن الميادين لمدة أكثر من 6 أشهر، مما أدى لتراجع مستوى مدافع المنتخب الجزائري.